إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الوراثة. طبعاً عامل الوراثة في مرض السكري، ويؤدي هذا العامل دوراً ليس كبيراً، حيث يزداد احتمال إصابة الطفل بالسكري عند وجود أخ أو أخت من أبويه معاً مصاب بالسكر، ولكنه لا يزيد على نسبة تقريباً 10% إلى 12%، وتزداد هذه النسبة عند التوائم لتصل حوالي 40%. لو مثلا كان عندنا توأم مصاب بالسكر وعندنا توأم آخر شبيه له نسخة منه غير مصاب بالسكر، فأن نسبة الإصابة بالسكري في الفترة الحياتية تتجاوز 40% تقريبا. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود على حليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.